صباح الخير مشاهدينا الكرام، معاكم في هذا صباح كالمعتاد متابعات واكثر من وقفه حواريه بتتواصل مع حضراتكم من دلوقتي وحتى 10 صباحا بتوقيت القاهره، بالاضافه بالتاكيد لفقراتنا الثابته بنحاول نحن نعرف ايه اخبار الطقس، ايه اخبار الحلقه المروريه، وايضا قدر الامكان كمان بنوفر لكم روشتة عن التغذيه المثاليه والممارسات الغذائيه الصحيحه المفروض ان احنا نتبعها في هذه الفتره، خاصه مع بدايه البرد القارس اللي احنا شايفينه اليومين اللي فاتوا مع بدايات العام الجديد. كل عام وحضراتكم بخير. صباح الخير يا شيخ. صباح الخير ريهام، صباح الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم في حلقه جديده من يوم الثلاث 5 يناير 2016. زي ما ريهام قالت، مجموعه من الفقرات والاخبار المتنوعه هتكون معانا النهارده على مدار 3 ساعات. من ضمن الفقرات الحواريه اللي هتكون معانا النهارده هو عن مجموعه من الشباب اخترعوا اول سبوره وميكروفون تفاعلي صوت وصوره، هيكون معانا المسؤول عن هذا المشروع ومدير المشروع. طبعا موضوع السبوره التفاعليه وغيرها من الادوات اللي بتطور التعليم هي دي اللي هتخلق الجيل الجديد اللي قادر ان هو يشارك في صناعه وقياده عجله التنميه الشامله، ويكون للشباب الدور المنوط به في المجتمع المصري، مش بس كمان في الحياه السياسيه لكن في الحياه المجتمعيه بصفه عامه. دور المراه كمان طبعا الحديث بيتصاعد عنه، كانت ظهرت بشكل مشرف جدا في الانتخابات البرلمانيه سواء كناخبه او كمرشحه، لحد ما احتلت بالفعل مراكز متميزه جدا، سواء كمرأة اختارها الشعب، ناخبة اختارها، منتخبة اختارها الشعب، او من خلال ايضا النواب المعينين في البرلمان المصري برلمان 2015. دور المرأة والممكن تقدمه تحت قبة البرلمان والممارسة البرلمانية والتشريعية ليها ايضا هتكون واحدة من وقفتنا الحوارية مع حضراتكم النهاردة في هذا الصباح. بالاضافة لكده ريهام ومشاهدينا الكرام، هيكون معنا الفقرة الثابتة هو استعراض لاهم ما جاء في عناوين الصحافة والأخبار التي صدرت في صحافة القاهرة الصادرة صباح هذا اليوم الثلاثاء. طبعا موضوع إعادة تدوير المخلفات كمان من الموضوعات المهمة جدا الحقيقة يا شهاب، ودايما مطلوب ان يكون في حلول غير تقليدية ليها ويكون في حسن استثمار للمخلفات. الصين الحقيقة من الدول اللي بتعمل تجارة تستحق المتابعة وربما الأخذ بها فيما يتناسب مع البيئة المصرية. تدوير المخلفات، أول ما بنتكلم عن المخلفات أول ما يتبادر للذهن هو القمامة، هنشوف طرق التعامل من قبل الحكومة والجهات المعنية مع القمامة لحسن استثمارها، واللي بالتأكيد هيعود بالنفع علينا وهيقلل من أي سلبيات ممكن تكون ناجمة عن سوء استغلالها. دي أيضا هتكون واحدة من حواراتنا النهاردة في هذا الصباح. بالإضافة لكده مشاهدينا الكرام، هيكون معنا الفقرات الثابتة هو استعراض أهم وآخر الأخبار الرياضية وأيضا أخبار المال والأعمال في هذا الصباح، هتكون معنا في حلقة النهاردة أيضا. ده بالإضافة لجولتنا الإخبارية المعتادة اللي بتكون المحطة الأولى في متابعتنا مع حضراتكم النهاردة في هذا الصباح. بعد قليل كونوا معنا. خير على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده، نبتدي يومنا بالنشاط وتمارين جديده، نشوفكم بعد الفاصل. ورجعنا تاني وهنبتدي في تماريننا مع بعض، هنبتدي ان احنا نعمل تمارين برضو فيها حركات علشان تبتدي تحسن من التحمل الدوري التنفسي، وفي نفس الوقت هنبتدي نقوي عضلات البطن. هنبتدي نشتغل يمين وشمال، هنبدا مع بعض يمين شمال وبنكرر هي. الضغط باجسامنا لتحت يبتدي يشغل معانا عضلات الرجلين كمان. اخر واحده وهنبتدي نشتغل لعضلات البطن، ننام على ظهرنا وهنطلع بوسطنا لفوق بالشكل ده. نحاول نحافظ على زاويه ركبتنا وبنطلع بوسطنا لفوق، ده بيكون مؤثر اكتر لعضلات اسفل الظهر. تريح
هنبتدي نشتغل من المكان، نطلع بايدينا فوق كمان. وبنستريح من رجلينا، ناخد نفسنا ونجهز عشان نكرر مجموعاتنا مرة كمان. هنجهز، هوب، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. نرجع تاني نشتغل عضلات البطن، ثبت زاوية رجلينا ونطلع لفوق. هوب، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. هيك ونرجع تاني نشتغل من المكان. هب، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. استريح، ناخد نفسنا مرة كمان ونجهز للمجموعة التالتة. بننظم نفسنا، نرجع تاني نبتدي شمال يمين. هوب، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. هاي نرجع نبتدي نشتغل لعضلات البطن. نبدأ مع بعض، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. هي ونشتغل مرة كمان. هوب، ستة، سبعة، ثمانية. هاي نستريح خالص، نبتدي نعمل تهدئة. نعمل اطالتنا، اطالات لعضلات البطن. نطلع بطنا لفوق. عضلات الرجلين بيطلع لقدام، وبنحاول نرجع الفخذ لورا، نحاول نرجع بوستنا لورا. وبنستريح وبنكرر كمان. نستريح، خلص التمرين ونشوفكم في حلقات جديدة إن شاء الله. حقيقة في أي وقت ممكن يكون في استقطابات، ممكن يكون في تحديات كبيرة جدا، مطلوب أن يكون في ترتيب للبيت من الداخل. ده مش بس بتكلم عن مصر، الحقيقة بتكلم على أي شأن أو أي ملف أو أي دولة ممكن تكون بتواجه تحديات على كافة الأصعدة في مرحلة ما، وده بيتطلب التوحد. كلمة السر في التوحد والبعد عن الانقسامات. مش عايزينها تكون شعارات، عايزينها تكون حاجات فعلا بتتولد عند قناعات لينا، ويكون لنا أدوات أن احنا نطبق ده على أرض الواقع. العنوان الوحدة أساس تقدم الوطن، وده الحقيقة عنوان مؤتمر أيضا يناقش عدد من القضايا المهمة، وثيقة الصلة بالمتغيرات السياسية اللي حصلة حاليا واللي بيشهدها العالم أجمع. وبيدعو المؤتمر بالتأكيد لنبذ العنف والحروب المذهبية
والطقفية على كافة أشكال. هذا المؤتمر عقدته نخبة من رجال الدين في الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وعدد من المثقفين والإعلاميين ورجال الدولة المصرية في مختلف المجالات. هنشوف التقرير اللي بيحوي المزيد. عظيمة هي أرض مصر بتاريخها وشعبها الأصيل، فهم جزء من الأرض ورائحة التاريخ ومأزق الاتحاد والوحدة على مر العصور. ومن هنا كانت الدعوة لمؤتمر الوحدة أساس تقدم الوطن، تأكيد على مفهوم الوحدة الوطنية والتأكيد على وحدتنا، ليس وحدتنا كمسلمين ومسيحيين فقط، ولكن على وحدتنا كمصريين في أشد الحاجة إليه. ودايما بنحاول نذكر، بس نقوص كده بنذكر، وبنحاول يعني نعمل بقعة من الضوء على كل ما هو مشرف في هذا المجال، مجال الوحدة. تأصل في نفوس مسلمي مصر وأقباطها نفس العقيدة، وهي الإيمان بالله ونبذ الحروب، فالإسلام دين السلام والمسيحية دين المحبة. الدين الإسلامي لم يعلمنا أن نقصي أحد على الهوية، هيفضل المسيحي براحته مسيحي، المسلم براحته مسلم، السني براحته سني، الشيعي براحته شيعي، ومش من حقي ولا من حقك ولا من حق أي حد أن يقول ده في الجنة أو في النار، لأن كلنا يوم القيامة موقوفين أمام الله تبارك وتعالى. لكن إحنا ضد التوظيف السياسي للمذاهب. أيوة ناس متدينين، احنا ناس بنحب ربنا، ولكن كلنا بنحب بعض. اللي يحب ربنا يحب كل الناس، واللي يكون في وحدة مع الله يكون في وحدة مع الجميع. لن ننقسم، لن نفترق، لن نتصارع، لن نتحارب أبدا، ومصر هتفضل تنمو وتعلو وتزدهر، ودايما نقول تحيا مصر. وحدتنا هي أصل عراقتنا، والتاريخ شاهد على ذلك، فمصر هي أول من عرفت الوحدة الوطنية، فكانت المسار الذي تبعته الأمم كافة. الوحدة الوطنية أهم ما يميز العلاقة بين مسلمي مصر وأقباطها، فالمسلم والقبطي إخوة بوحدة الدم والأرض والتاريخ، وستستمر هذه العلاقة في كافة المجالات من أجل بناء مصر الحديثة. من مقر انعقاد المؤتمر، نشوى صالح، النيل. في العديد من الأمراض مشاهدينا بتنتشر في فصل الشتاء وبتكون مرتبطة بهذا الفصل من العام. من أشهر هذه الأمراض اللي بتنتشر في الشتاء هي مرض الإنفلونزا. دوت طبعا بسبب انخفاض في درجات الحرارة، وبيترتب عليه انتشار الإنفلونزا بين المواطنين، خصوصا في الأماكن اللي بتشهد كثافات في تجمعات للمواطنين أو الناس وكده. ودوت اللي استرعى انتباه الدولة، ومن هنا رفعت المستشفيات الحكومية درجة الاستعداد حسب ما أعلنت وزارة الصحة أكثر من مرة لمواجهة أمراض مرتبطة بفصل الشتاء. تأكيد يا شهاب، في أشكال وأنواع مختلفة من الأنفلونزا الموسمية، ودايما بيكون في مناشدة ان الناس تاخد الأمصال، وما بنقولش ان ده هيعمل لها وقاية بنسبة 100%، لان لما بتاخد المصل بيكسبها مناعة ضد انواع معينة، لكن مش بالتبعية انه يكسبها مناعة ضد كل الانواع، لكن هو في النهاية شكل من اشكال الوقاية. ده بالاضافة طبعا ان احنا ناخد بالنا في الملابس، نحاول دايما كل الأطعمة او المشروبات الغنية فيتامين سي ما تخلاش منها بيوتنا، ونحاول قدر الامكان ان احنا ناخدها كمان من مصادرها الطبيعيه او من خلال ايضا الاقراص. تجدر الاشاره الى انه بالفعل تم توفير كافه الادويه والامصال الخاصه بفيروسات الانفلونزا المختلفه، وزي دايما ما بنقول الوقايه اهم من العلاج، ولو حصل والشخص اصيب بالضروره انه ما يجتهدش ويكون العلاج ده وفقا لوصف الطبيب متخصص في هذا المجال. ده بالإضافة طبعا للتوعية، ان يعني اي يعني ممارسات او عادات خاطئة بتكون عندنا بتسبب ان احنا ننقل عدوى للآخرين، نحاول ان احنا نتخلى عنها في هذه المرحلة. ان احنا بقيناش بس بنتكلم هي عن الانفلونزا الموسمية، انفلونزا طيور وانفلونزا خنازير وغيرها وتحور فيروسات، فمطلوب ان احنا نتحلى بالوعي اللازم في هذه المرحلة. وايضا المصاب رهام، يعني بلاش بعض العادات زي القبلات يعني لو حد مثلا اصيب مش لازم يعطس في وسط جنب ناس، او صحيح. يعني الكح يعني بعض الممارسات الخاطئه اللي البعض بيعملها بطريقه عفويه وهو مش واخد باله، والبعد كمان على الاماكن المزدحمه قدر الامكان. ما نقدرش طبعا نوفرها 100%، لكن المواصلات المزدحمه، المصاعد، صحيح، وغيرها الحقيقه، لان بالتاكيد دي بتكون تربه خصبه للعدوى. هتابع مع حضراتكم التقرير التالي ونرجع لكم مره تانية. مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحراره،
يتأثر المواطنون بهذا الانخفاض وتنتشر معه مرض الإنفلونزا والتي يكون لها تأثير كبير على الحياة اليومية للمواطنين. الإنفلونزا الطبعا ممكن تيجي في أي وقت من أوقات السنة، لكن طبعا فترة الشتاء ابتداء من أكتوبر لغاية مارس الحالات بتزيد، وبتبقى عاملة زي منحنيات البيك بتاعتها أو القمة بتاعتها بتوصل في يناير ديسمبر يناير فبراير. H1N1 إنفلونزا الخنازير، هذا الذعر الذي يطرق أبواب مصر مجددا، فمع دخول فصل الشتاء وهو المناخ الملائم لانتشار المرض تزداد الحالات المشتبه بها بالفيروسات بدخولها مستشفيات الصدر والحميات لتلقي العلاج. الفيروس المنتشر حاليا بتحليله من معامل مركزية ثبت ان هو H1N1، وده بنعتبره انفلونزا موسميه. الناس بتقول انفلونزا خنازير، الاسم ده انتهى خلاص، وحتى ما بناش نقول بنقول انفلونزا الموسميه. هي يمكن السنه دي شدتها عاليه شويه، بتبقى اعراضها حراره والتهاب في الحلق وصعوبه شويه وسعال وصعوبه في التنفس، وبتاخد 3 ايام كده، وطبعا مخفضات الحراره وكده، ومستشفيات الصدر ووحدات الصدر والمستشفيات العامه بتقوم بعلاج الحالات دي بمنتهى ببساطة. تعد الكلام ده بالموسم الشتاء بتجهيز فرق طبية بتاعتنا وتدريبها وإعدادها تاني وتنشيط الناحية العلمية عندهم. بنستعد من ناحية الأدوية والمستلزمات بكميات وفيرة، لأن احنا في فصل الشتاء بنتعرض لأنواع مختلفة من الأنفلونزا. بنستعد داخل المستشفى، نحن بنطعم كل فريق العمل الطبي جوه المستشفى كلهم بنسبة 100% التطعيم عندنا. الأدوية والمستلزمات متوفرة على مدار الساعة، على مدار 24 ساعة، بحيث لأي مريض حتى مش مريض منطقة المنيرة بس، أي من أي جهة جالنا أي مريض هنتعامل معاه. رغم تحديد وزارة الصحة بأن مرض H1N1 يعتبر من الأمراض الموسمية للإنفلونزا ولا يعد من الأوبئة المستجدة، إلى أن حالات الوفاة تصل إلى 3% من الحالات المشتبه بها والمعنية بالفيروس، مما يتطلب رفع درجات الاستعداد القصوى من الجهات المعنية لمواجهة هذا المرض الفتاك. منذر أبو دوح، النيل. الحقيقة تحديات في مختلف المجالات، تحديات مش بس صحية، تحديات اقتصادية. بما أننا بنتكلم عن التحديات الاقتصادية، واحدة من القطاعات المهمة جدا هو قطاع السياحة اللي بيشكل تحدي كبير، عقبات أو كبوات ممكن نكون مرينا بها الفترة اللي فاتت، لكن احنا بنسعى دايما احنا نخرج من أي أزمة بنواجهها وأفاق أرحب، وإن شاء الله ترجع تاني السياحة المصرية تحتل مكانتها وموقعها المتميز على خريطة السياحة العالمية. تصريحات وزير السياحة هشام زعزوع مبشرة جدا مع بدايات العام الجديد 2016، وأكد أن مصر بتفتح ذراعيها بثقة كبيرة على العالم. ده جه خلال كلمة لوزير السياحة ألقاها في المؤتمر الصحفي اللي عقده مساء الأمس للإعلان عن تفاصيل عروض الجليد العالمي اللي من المقرر أن هي تقام هذا العام في مصر في الفترة من 3 وحتى 10 من شهر فبراير القادم بالصالة المغطاة باستاد القاهرة تحت رعاية وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة. وأعرب وزير السياحة عن سعادته البالغة بإقامة هذا العرض على أرض مصر، مؤكدا أن قدوم 86 عارض من 34 دولة حول العالم للمشاركة في العرض بيعتبر خير دليل على الثقة في أمان المقصد المصري وإظهار الصورة الحقيقية لمصر وقدرتها على استضافة مثل هذه الأحداث الهامة. ووجه زعزوع الشكر إلى الشركة المنظمة للحدث والقائمين على هذه العروض لإقامة هذا العرض بمصر في أوائل عام 2016 لتكون فاتحة خير لنبدأ السنة الجديدة بتفاؤل شديد. وخلال المؤتمر تم عرض فيلم بيتضمن لقطات مختلفة للعروض التي قدمتها الشخصيات الكرتونية، إضافة إلى لقطات للتجهيزات الخاصة بالعرض في مصر. يذكر أن عروض الجليد العالمي بتقدمها شخصيات كرتونية يتم تجسيدها لعمل عروضها الأكروباتية في عرض مسرحي على الجليد أمام الجمهور، حيث أن مصر تم اختيارها من قبل الشركة المنظمة لتقديم العروض لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما أن هذه العروض قدمت في أكثر من 300 مدينة عالمية و30 دولة حول العالم. في إطار سعي الهيئات والوزارات المختلفة في الدولة للتغلب على مشكلة المرور اللي بنعاني منها في مصر خصوصا في القاهرة وبالتحديد في ساعات الذروة، وأصبح في كثير من الأحيان
في على مدار اليوم نشهد حالات ذروة في الشوارع وتكدس مروري. من هنا نفذت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة مشروع أصدقاء المرور لمدة 3 أشهر اعتبارا من يناير الحالي، بيقوم من خلاله مجموعة من الشباب والفتيات بمعاونة رجال المرور في أعمالهم بالشوارع والميادين. ويصرح اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة بأن هذا المشروع بيأتي في إطار دعم ومساندة رجال الشرطة في تنظيم المرور بالشوارع والميادين الكبرى وتوفير فرص عمل للشباب ومساعدة المرضى وكبار السن في عبور الشارع. حقيقة السيولة المرورية مسألة مهمة جدا، لأن في النهاية هي دي اللي بتيسر على الناس إن هما يروحوا أشغالهم ويروحوا مدارسهم وجامعاتهم ومشاورهم. وإحنا حريصين يعني كهذا الصباح على الأقل إن إحنا نتعرف ما بين الحين والآخر على الحالة المرورية. شيء طيب جدا إن يكون في جهد مجتمعي تطوعي للتيسير على المواطنين، وإن ما يكونش العبء كله ملقى على كاهل القائمين على إدارة هذه المنظومة، منظومة المرور في مصر. يعني فيما يتعلق بالخبر والإسهام اللي هيقوم به الشباب والفتيات في معاونة رجال المرور في أعمالهم بالشوارع والميادين، تم الانتهاء بالفعل من تدريب هؤلاء الشباب والفتيات على تنظيم الحركة المرورية من قبل الإدارة العامة لمرور الجيزة، والعمل هيكون على فترة واحدة في اليوم من الساعة 11 صباحا وحتى 4 عصرا وفقا لإفادة المسؤولين تحديدا سعادة اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة. ودي بالتأكيد هي فترة الذروة المرورية بمحافظة الجيزة، وهيكون في مراعاة انهم يكونوا من طلبة ما يكونوش من طلبة المدارس علشان ده بالتأكيد ما يعطلهمش على دراستهم. يعني جميل كمان وهيكون اجمل ان التجربة دي باذن الله تنجح وتعمم على مختلف محافظات الجمهورية. صحيح. تستضيف قاعة نهضة مصر بمتحف محمود مختار بالجزيرة معرض كنا هنا للفنان محمود مرعي، والمعرض بيضم 15 عمل فني استخدمت فيها خامات الأكريليك وورق الذهب وشرائح الصفيح الصادق. على فكرة الخبر ده طبعا بقدر الأهمية الفنية اللي بينطوي عليها هو مش بعيد عن واحدة من موضوعات حواراتنا اللي كنا قلناها لحضراتكم سريعا في بدايات اليوم، فكرة ازاي انا احسن استغلال اي مخلفات ممكن تكون عندي انها تخدمني بعد كده او تشكل عمل فني يرقى بذوقي ويرقى بالمجتمع المصري. ودي على سبيل المثال الحصر، بالتأكيد في اجتهادات كتير جدا تستحق المتابعة وتستحق أيضا تنميتها من قبلنا والاهتمام بها من خلال الإعلام ومن خلال المسؤولين. صحيح. وبتلقي أيضا الأعمال المشاركة في المعرض الضوء على التصوير الإسلامي من منظور معاصر، بتتجلى فيه رؤية الفنان للحضارة الإسلامية في ثوبها المزدهر، خاصة في عصور ما بعد الفتوحات الإسلامية وحضارة الأندلس، من خلال إعادة صياغة مجموعة من المشاهد برؤية معاصرة. بيستمر المعرض حتى يوم 16 يناير من هذا الشهر. مشاهدينا الكرام، بتنتهي يوم الخميس القادم إن شاء الله فرصة التصوير الشخصي المجاني للمصريين والأجانب داخل المتحف المصري بالتحرير، وفقا لقرار وزير الأثار ممدوح الضماطي الذي بدأ منذ أول ديسمبر الماضي ومستمرة حتى 7 يناير من هذا الشهر. ده في إطار طبعا عوامل الجذب والترويج للمنتج السياحي المصري وتحفيز الناس على الإقبال على زيارة المتحف اللي لسه ما راحش يلحق، لأن فعلا جميل كمان أن يكون في فرصة للتصوير المجاني سواء المصريين أو الأجانب داخل هذه القبلة السياحية المهمة جدا، المتحف
المتحف المصري بالتحرير اللي كان قد شهد بناء على هذا القرار توافد العديد من الزائرين والمصورين المصريين والأجانب واللي حرصوا على استغلال الفرصة المميزة وتصوير قاعات المتحف المختلفة الزاهرة بالكنوز الأثرية من مختلف العصور المصرية القديمة. وزارة الآثار كانت قد اتخذت هذا القرار بالسماح بالتصوير المجاني داخل المتحف المصري في إطار ما أسلفناه من تنشيط لحركة السياحة بالمتحف اللي يعد بالتأكيد من أهم المعالم السياحية اللي بيحرص السياح من مختلف بقاع العالم على زيارتها في مصر. من المتحف المصري لمعرض طوابع البريد، زائر معرض طوابع البريد في القاهرة بيلاقي نفسه ان هو كأنه بيرجع للماضي وفي نفس الوقت موجود في الحاضر، وبيكون الحقيقة جسر جميل جدا من التواصل بين الأزمنة المختلفة، وبتكون فرصة ذهبية ليه أيضا ان هو يتفاعل مع شخصية تاريخية أو واقعة معينة خلدتها طوابع بريدية. والموضوع ده طبعا احنا عارفين ان هو ليه هواة من مختلف أنحاء العالم، ويعني ما نقدرش ننكر إنها هواية جميلة جدا وإن هي بتنطوي على قدر كبير من التفرد. يعني الحقيقة الطوابع دي بتعرض ضمن احتفال بمرور 150 سنة على صدور أول طابع بريدي مصري. فكرة البريد في مصر بدأت بإنشاء الإيطالي كارلو ميراتي إدارة البوسطة الأوروبية في مدينة الإسكندرية لتصدير وتسلم الخطابات المتبادلة مع الدول الأجنبية. جميل جدا والله إن احنا نتعرف على خلفيات تاريخية للطوابع البريدية والمعارض اللي بنتكلم عنها دي. صحيح. ممكن نكون احنا عارفين إن في كيان بيجمع طوابع البريد وان فيه هوايات وكده، بس يمكن الخلفيه التاريخيه دي غايبه عنها. صحيح، غايبه عن كتير من الناس. ومن هنا انتبهت الحكومه الى اهميتها واشترتها في اكتوبر من عام 1864، واصبحت الملكيه ملكيه البوسطه الاوروبيه، انتقلت الى الحكومه في 2 يناير عام 1865 الذي اصبح يوم البريد المصري. وفي عام 1866 صدر أول طابع بريد لتصبح مصر ثالث دولة تصدر الطوابع البريدية. بيضم المعرض الإقليمي الثالث لطوابع البريد المقام بمركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية ألوف الطوابع بمشاركة 63 عارض هاوي من دول عربية وأجنبية، منها بريطانيا وقبرص واليونان وإيطاليا والمغرب والكويت وموريتانيا وسوريا والعراق والجزائر ولبنان والإمارات والسعودية وسلطنة عمان والبحرين إضافة إلى مصر. بتلقي بعض الطوابع أضواء على مسميات تاريخية لمناطق جغرافية عديدة، كما تؤرخ بعض الطوابع لعملات لم تعد مستعملة ومنها البارة والمليم والنكلة والقرش. وطوابع البريد بتوثق تاريخ مصر عبر 5000 عام، حيث يحمل الكثير منها صور ملوك ورموز فرعونية. زي ما احنا حريصين على متابعة أخبار الحالة المرورية، احنا حريصين أيضا على التعرف على أخبار الطقس من خلال الأرصاد الجوية. ومعانا المزيد من المتابعة الدكتورة إيمان عبد اللطيف. أهلا بحضرتك يا دكتورة، صباح الخير. صباح الخير دكتورة إيمان. يا فندم أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني توصيفك إيه بقى للبرد اليومين دول؟ يعني هو ممكن يكون أخف حدة من الأيام اللي سبقتها، لكن إيه المتوقع اليومين اللي جايين دول؟ هل في أمطار متوقعة؟ هل هتنخفض درجة الحرارة مرة تانية؟ هو بالفعل بدأت درجات الحرارة في الارتفاع، ودرجات الحرارة العظمى دلوقتي وصلت ل 21 درجة على القاهرة. وهيكون وصف الطقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، لكن مازال الطقس شديد البرودة طبعا ده أثناء الليل، وبيصل لحد الصقيع على وسط سيناء وعلى بعض المدن شمال الصعيد. أيضا بتظهر الشبورة المائية الخفيفة صباحا على الوجه البحري وعلى القاهرة، وأيضا نشاط الرياح على البحر المتوسط والسواحل الشمالية. الأيام القادمة فيها ارتفاع آخر في درجات الحرارة، هتوصل درجات الحرارة الصعبة بمعدل درجة لدرجتين حتى تصل ل 24 درجة يوم الخميس إن شاء الله. ثم هيبدأ يوم الخميس نشاط للرياح القوي جدا على بعض المحافظات منها القاهرة والسواحل الشمالية الغربية. يعني درجات الحرارة، يعني البرودة هتتحسن الأيام القريبة اللي جاية، ودرجات الحرارة هترتفع
من درجه لثلاث درجات زي ما فهمت من حضرتك يا دكتور ايمان. اه تمام. طب نفهم نفهم من نفس المنطلق ده ان يعني برضو سقف التوقعات بالامطار هينخفض، يعني ما افتكرش هيبقى في امطار اليومين اللي جايين، ولا وارد ان يكون في امطار ايضا؟ هو اليوم ان شاء الله وغدا ما فيش امطار باذن الله على معظم انحاء الجمهوريه، لكن بدايه من يوم الخميس هيكون في امطار على السواحل الشماليه وعلى بعض محافظات من الوجه البحري، ويصاحب ذلك نشاط للرياح. يعني على اجازه نهايه الاسبوع البرد هيرجع تاني. ايوه تمام. ومازال طبعا الجو بالليل طبعا شديد البروده على معظم الانحاء في كافه الليل. تمام. وبالنسبه دكتوره لحاله البحار سواء الاحمر او المتوسط، هيكون الفرصه مهيئه للصيد في هذه المناطق؟ هو البحر الاحمر معتدل تماما ومهيئ لكثره الانشطه البحريه، اما البحر المتوسط فهو مضطرب جدا، وخصوصا يوم الخميس والجمعه هيكون مضطرب جدا وغير مهيئ لكثره الانشطه البحريه. الشبوره يعني قلت اليومين اللي فاتوا عن اللي كانت عليه، افتكر كان في متابعات سابقه كانت الشبوره في عزها يا دكتوره ايمان، هل متوقع ان هي ترجع تاني ولا الاجواء هتكون صافيه نوعا ما في اليومين اللي جايين؟ لا، هو مع الايام القادمه مع نشاط الرياح بتقل نسبه الشبوره المائيه، فان شاء الله ما فيش شبوره مائيه الايام القادمه، ولو كانت موجوده هتبقى خفيفه جدا. تمام. طيب دكتورة برضو عايزين نعرف من حضرتك، هل يعني حالة البرودة أو الصقيع في فترات الليل المتأخرة دي من الشهادة كنا نشهدها أيضا في السنوات السابقة، ولا في تغير هذا العام؟ لا، هي حالة الصقيع دي موجودة معنا كل سنة. هي معنى كلمة صقيع أن درجات الحرارة بتكون أقل من 4 بس معدل هبوط درجات الحرارة، هل نفس المعدلات السابقة؟ اه لا، ده متكرر كل عام. درجات الحراره بتكون على بعض المدن من وسط سيناء تحديدا كاترين ونخل، وبعض المدن من شمال الصعيد المنيا اسيوط الفيوم، المدن دي درجه الحراره اللي بالليل بتوصل لثلاث درجات او اربع درجات، ففي الحاله دي بتتكون صقيع على بعض المزروعات، وده طبعا بيضر المزروعات جدا. فبننصح كل الساده المزارعين بتغطيه المزروعات او اتخاذ الطرق المناسبه يعني لتفادي هذا الصقيع، بس ده متكرر معانا كل عام، يعني ده ما فيهوش مشكله. تمام. دكتورة إيمان عبد اللطيف خبيرة الأرصاد الجوية، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. المزيد عن درجات الحرارة بالأرقام وبالدرجات وتفاصيل أكتر هنتابعها في النشرة الجوية التالية. تقدم التكنولوجي لا يقف عند حد معين، بل يطالعنا بكل ما هو جديد يوما بعد يوم. الحقيبة الذكية اختراع جديد لمجموعة من الطلاب اللبنانيين، عبارة عن حقيبة بتعمل بالأشعة فوق الحمراء بتتبع صاحبها الذي يضع سوار حول ساقه لتمكين الحقيبة
من تتبعك. لما بنتكلم على ثورة تكنولوجية والتقدم التكنولوجي بالتأكيد نقطة إطلاقه الأساسية هي أصلا في البشر، هم اللي بيصنعوا هذه المعجزات وهذه الإنجازات. العقل البشري اللي ميتوقفش عن الابتكار والإبداع، والحقيقة اللافت أكتر لما يكون العقل البشري ده منا العربي، ممكن يكون كمان بيواجه أزمات وبيجد متنفس ليه في الإنجازات اللي بيحاول يحققها، اللي مش بس هو اللي بيستفيد منها لكن البشر كلهم. قصة مجموعة من الطلاب اللبنانيين اللي اكتشفوا هذه الحقيبة اللي بتعمل بالأشعة فوق الحمراء، والحقيقة في تفاصيل في تصميم الحقيبة نفسها، وحدة معالجة مركزية تتولى إصدار الأوامر اللي بيخزنها المبرمج بخصوص الحقيبة عن طريق الهاتف المحمول، وبالتالي أكيد آليات أخرى نتعرف على المزيد منها في التقرير التالي. صمم 5 شبان لبنانيين حقيبة السفر التقليدية، والتي أطلقوا عليها الحقيبة الذكية، تتتبع صاحبها دون أي مجهود منه، وسموا ابتكارهم Follow Me Suitcase. احنا فريق من 5 أشخاص عملنا شنطة بتلحقك لحالها من دون ما تجرها. هلا طلعت لنا الفكرة لما كنا بمطار دبي وشفنا العالم عم تتعذب كيف بدها تحمل شنطة وتقل شنطة، قام طلعت لنا الفكرة انه نعمل شنطة بتلحقك لحالها. الابتكار معناه ان ضياع حقائب السفر في المطارات وحمل حقائب ثقيلة قد يصبح شيئا من الماضي. ويضم اختراع الطلاب اللبنانيين حساسات ونظاما للأشعة تحت الحمراء، ويضع صاحب الحقيبة سوارا حول ساقه لتمكين الحقيبة من أن تتتبعه. يعني اليوم إذا أنت مهندس ولا مخترع ولا معك دكتوراه بعلم معين، بدك تحاول نظريا تثبت فكرتك قبل ما تنفذها تقنيا. هون لا، بما أنهم شباب وطموحهم كتير كبير ممكن يحلموا بأشياء بعد مش موجودة، نترافق نحن وياهم على التنفيذ، وبالآخر عم نلاحظ أنه عم يعملوا اختراعات عالمية غير موجودة. يعني نحن هلأ صار لنا تقريبا بحدود 5 سنوات ما في سنة إلا عم يطلع من هالمؤسسة اختراعين أو 3 أو 4، وعم يطلعوا الأوائل بالعالم. والحقيبة التي تسير فوق لوح مزود بعجل لفتت الأنظار، ونال الطلاب جائزة عنها، واستخدم الطلاب في تصميم ابتكارهم وحدة معالجة مركزية تتولى إصدار الأوامر التي يخزنها المبرمج بخصوص الحقيبة. والحقيبة مجهزة كذلك بكاميرا ذات جودة عالية وحساسات أشعة تحت الحمراء، ويمكن للمستخدم التحكم في حركة الحقيبة من خلال تطبيق على الهاتف المحمول يتضمن إصدار أوامر منها اتبعني وتوقفي والتحكم اليدوي. قدم أول نموذج للحقيبة في معرض للتكنولوجيا بالجامعة الأمريكية ببيروت أوائل عام 2015، وأحرز النموذج الثاني لها والذي كان مزودا بوحدة معالجة مركزية أكبر ميدالية ذهبية وجائزتين أخريين في المعرض التجاري الدولي للأفكار المبتكرة والمنتجات الجديدة بنورنبرغ في ألمانيا. الحقيقة لما بنتكلم عن الابتكارات دي بيبرز على السطح قضايا مهمة جدا، براءات الاختراع، حماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها وغيرها، ودعم البحث العلمي، لان هو ده اللي بيشجع الشباب على المزيد من الابتكار والاجتهاد في مجال البحث العلمي لحد ما نوصل لمخترعات من قبيل هذا الاختراع اللي ابدعه مجموعة من طلاب اللبنانيين. بالتزامن مع ذكرى الانتهاء من إنشاء السد العالي، بالتأكيد في ترقب لافتتاح المتحف الجديد مع بدء احتفالات محافظة أسوان بعيدها القومي في منتصف هذا الشهر، وفي تصريحات بتأكد على توقيت هذا الحدث المرتقب بالفعل من قبل سيد هشام فرغالي مدير عام متحف النيل الجديد التابع لوزارة الموارد المائية والري بقرب افتتاح هذا المتحف، وأكد
معتقد ان الهدف من انشائه هو تخليد تاريخ النيل بداية من رحلته من دول المنبع الى المصب، بالاضافة الى تحقيق التقارب وتوطيد العلاقات بين هذه الدول، دول المنبع ودول المصب لحوض نهر النيل. ايضا قال المهندس هشام فرغلي انه بيجري الان وضع التجهيزات النهائية للمتحف تمهيدا لافتتاحه، والذي يضم نماذج بتجسد سريان نهر النيل بين دول المنبع والمصب، بيطلق عليها نافورة نهر النيل، بالإضافة إلى قاعات خاصة للعرض المتحفي بتشمل أقسام لمقتنيات خاصة بدول حوض النيل التي تشارك في نهر النيل. وأضاف أن المتحف بيضم مكتبة حديثة إلكترونية، إضافة إلى العديد من الأقسام التي تضم ماكتات ومجسمات للمنشآت المقامة على نهر النيل في مصر، وأهمها طبعا مجسم للسد العالي وخزان أسوان. طبعا بنكون حريصين على التعرف على اللي بيقوله خبراء التغذية، وبيكشفوا يوم بعد يوم أيضا حقائق ربما كانت غائبة عنا في الماضي، وبيوفروا لنا أيضا روشتات تمنعنا من احنا نسقط في فخ السمنة أو أمراض أخرى بتكون ناجمة في المقام الأول عن عادات غذائية خاطئة احنا بنتبناها، اللي يمكن بتكون نواتها في البداية خالص ممارسات غذائية خاطئة للأم وهي حامل في ابنها اللي بتنتظر خروجه إلى النور. دكتورة جوليانا ناراتو وهي أستاذ علم الغذاء بجامعة واشنطن، من ضمن ما ذكرته أن التفاح الأخضر ذو المذاق اللاذع بيعمل على تعزيز البكتيريا الصديقة للقولون بسبب محتواها العالي لمركبات غير قابلة للهضم بما في ذلك الألياف الغذائية والمحتوى المنخفض من الكربوهيدرات. خلونا نعرف إيه فوائد التفاح الأخضر وقيمته الغذائية، وهل فعلا في علاقة بينه وبين منع الاضطرابات المرتبطة بالسمنة؟ وبالمرة كمان نستثمر ان الدكتور هاني جبران استشاري السمنة والنحافة يدينا كمان روشتات عن أغذية أخرى مفضلة ممكن هي دي اللي نتسلح بها في مواجهة السمنة، مواجهة مشكلات غذائية وصحية ممكن تواجهنا في حياتنا. صباح الخير يا دكتور. كلهم يا أستاذ. إزاي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم، يا مرحبا، اموريني. اهلا هو فخ السمنه دي عجباني قوي. ايه راي حضرتك؟ جميل، احنا خلاص بقينا دكاتره بقى، حضرتك اديتنا خبره خلاص. لا حكايه فخ السمنه دي كانت جميله جدا، هو فعلا زي ما حضرتك قلت يا استاذ. فخ السمنه، التفاح الاخضر غير التفاح الاحمر، القيم الغذائيه نفسها مختلفه، وايه علاقه التفاح الاخضر بان هو يعني يمنع اضطرابات مرتبطه بالسمن؟ هو بالنسبه للتفاح الاخضر والتفاح الاحمر والاصفر نفس الحكايه، هما الاثنين يعتبر طبعا تفاح، لكن التفاح الاخضر بالذات نتيجه نسبه الالياف العاليه اللي فيه وكميه السكر قليله اكتر من التفاح الاحمر، وبالنسبه للتفاح الاصفر فيعتبر ان هو بيقول عليه للرجيم اكتر ومفيد اكتر، لكن الحقيقه ان هو اي تفاح بنقدر نستخدمه هيبقى برضه مفيد للجسم. تفاحة واحدة في اليوم تمنع الطبيب نهائيا، بقى لازم ناخده، وخصوصا الناس اللي بتلعب رياضة. واكبر غلطة بنلاقيها للناس اللي هي بتروح تلعب رياضة على معدة فاضية ويقول لك لا انا اروح العب رياضه ما يبقاش على بعد، اقول له لا، لازم تاخد حاجه فيها كربوهيدرات، لازم تاخد حاجه فيها سكريات قبل ما تلعب رياضه، مش كتير بس لازم تاخد تفاحه. معلقة عسل أبيض قبل ما يلعب الرياضة، وبعد ما يخرج من الرياضة يبتدي ياخد الوجبة الرئيسية بتاعته، سواء كانت صبحية الفطار أو لو كانت ظهرية بقى الغداء، وجبة رئيسية بعد الجيم مش قبل الجيم. تمام. طيب دكتور، حتى أيضا لا نسقط في فخ السمنة زي ما قالت ريهان، هل حضرتك أيضا في هناك بعض الممارسات، يعني البعض بيشير إلى شرب ماء مثلا على الريق، مية دافية، هل يعني مثل هذه الأطروحات يعني صحيحة ولا دي أيضا حاجات لم يثبت صحتها علميا؟
هو بس حضرتك الكلام ده اتقال كتير قوي، اشرب ميه سخنه تخسسك، ميه دافيه تخسسك، يعني الكلام ده كلام مش غير علمي مظبوط، لان بالعكس اللي عايز يخس اكتر ياخد ميه ساقعه مش ياخد ميه دافيه كمان، لكن الميه هي اللي مهمه، يعني الواحد ياخد الميه هي دي اللي هتساعد على نزول الوزن وتساعد على نضاره الوجه. ناس كتير قوي بيرتكبوا غلطات خاطئه ان هم بيقابلوا رجيم ما بيشربوش ميه، دي اول غلطه، يبقى عندهم بيخس لكن بيخس عضل ووشه بيبقى شاحب لانه ما بيشربش ميه. اللي عايز وشه يبقى نضر لازم يشرب ميه كتير جدا على طول باستمرار، 3 لتر على الاقل، على الاقل ممكن يكون اكتر من كده، ممكن اقل من كده لا، متفرقين على مدار اليوم طبعا، على مدار اليوم. فانا بقول للعيانين بتوعي كلهم ياخدوا كوبايتين ميه قبل كل اكله، مهمه جدا هم ياخدوها على اساس ان هي دي تساعدهم ان هم ما ينسوش ان هم ياخدوا الميه، فمهمه قوي الحكايه دي. وبدل ما ياخدوا حاجه ساقعه ولا ياخدوا الحاجات المياه الغازيه، لا اقول لهم روح انزلوا، عايزين تشتري انزل اشتري ازازة ميه احسن ما تشتري ازازة غازيه. دكتور هاني حضرتك اتكلمت ان بيخطئ اللي بيظنوا ان الموز ملاذ امن بالنسبه للي عاملين رجيم ده، بقى الحقيقه كمان اثار سؤال تاني، يعني في الوقت كده كانت طلعت موضه، يعني اذا صح توصفها بالموضه، ان في او مدرسه في الرجيم اللي هو الرجيم الكيميائي، أيوة. ده حاجة تانية رجيم ان الدهون تكسر بعضها فبالتالي تنقص وزن الشخص. خلينا بقى نشوف بقى ايه رأي العلم والخبرة. حضرتك بتثيري اسئلة كتير جدا بالنسبة اللي الواحد عايز يقولها في كل مقابلة تلفزيونية بقولها، انا بقول نفس الكلام، ان الرجيم الكيميائي مفيش حاجة اسمها اكل بيهدد اكل واكل بيشيل اكل، مفيش كلام فارغ. اللي بيحصل انك انت بتاخد سعرات حرارية قليلة في جسمك، فاللي بيحصل سعرات حرارية قليلة في جسمك فالوزن بيقل. المشكلة لما كنت بتاخد يوم كامل مثلا خضار، يوم فاكهة، يوم فاكهة وخضار، اللي بيحصل ان العضلة هي اللي بتقع، فلما العضلة بتقع وزنك بيقل لكن لو قست بقى فعلا كمية الدهون في جسمك قد ايه وكمية المية قد ايه وكمية العضلة قد ايه، هتلاقي فيه اختلاف في نسبة العضل، وده الغلط. يعني افهم كلام حضرتك يا دكتور انها بتدي احساس مضلل بان الشخص فقد وزن؟ ايوه يا فندم، ان هو بيقل وزنه. هي بقى الحاجات دي بتبقى لذيذه قوي بقى، ايه واحده قبل الفرح بتاعها عايزه تخش في البستان بسرعه، لكن هتلاقي عندها ترهلات. لكن اللي عايز يبقى صحي ناخد بالنا يا استاذه ان الـ 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 الوزن او السمنه ده مرض مزمن زي اي مرض مزمن بالظبط، لازم ناخده واحده واحده ونعالجه، مش نبتدي نديله حلول سريعه وخلاص. احنا مش عايزين نديله مسكنات، عايزين نعالجه عشان ما يرجعش تاني. الهدف من اي نظام غذائي ان هو ما يرجعش تاني، لكن لو نزلت بسرعه ورجعت تاني يبقى انا ما عملتش حاجه، يبقى انا بالعكس هجيلي احباطات وهبطل النظام الغذائي. فانا محتاج ان انا ابتدي اعمل حياتي جزء من حياتي، وزي ما قلنا زي ما حضرتك قلتي في الاول، هل في دواء معين؟ الكلام ده قلنا كتير بس هقوله تاني، مفيش نظام غذائي بيخسس، مفيش ادويه بتخسس، ومفيش رياضه بتخسس. طب امال ايه اللي بيخسس بقى؟ الثلاثه مع بعض، الحاجات دي مع بعض، الثلاثه مع بعضيهم. واهم حاجه عامل عليها ستريس وعامل عليها لازم اقولها بكل مره، الرياضه. الرياضه مهمه جدا، واحد لازم يلعب رياضه كل يوم كل يوم، لا يقول لي ساعه لا يقول لي سخنه ولا يقول لي الدنيا حر ولا يقول لي الدنيا برد، لان الحاجه كتير. الاهم حاجه الرياضه والاراده يا دكتور. لا مفيش حاجه اسمها اراده، مفيش اراده. مفيش حاجه اسمها الاراده دي حاله نفسيه، يعني انا عندي اراده هخس، ولو ما عنديش اراده لازم اخس برضه، لان لو ما خسيتش هيجي لي كل الامراض اللي في الدنيا دي. هو طبعا لان كمان هي نظره سطحيه ان الموضوع جمالي فقط او شكلي فقط. أيوة. لا ده صحي في المقام الاول. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور. شرف ليا يا فندم، اهلا وسهلا، جزيل الشكر. دلوقتي مشاهدينا الكرام هيكون معانا استعراض لاغرب 7 مهرجانات في العالم. أول هذه المهرجانات اللي معانا مهرجان الألوان، بيتم الاحتفال بهذا المهرجان في شهر مارس من كل عام في الهند ونيبال، وبيقوم المشاركون فيه بالتراشق بإلقاء أكياس مليئة بالألوان الصناعية في وجوه بعضهم البعض. مهرجان البرتقال في إيطاليا، الإيطاليين في القرن الـ13 عملوا تمرد شعبي
والمواطنين خرجوا وألقوا حاكمهم بالبرتقال، ومن اللحظة دي أصبحت يعني سنة سنوية عندهم إن هم يحتفلوا بهذا المهرجان. وده الحقيقة بيفكرنا بمهرجان الطماطم الحقيقة، يعني برضو يمكن من نفس المنطلق بيقذفوا الطماطم وفي أجواء صاخبة ومرحة الحقيقة. وده اللي حصل بالنسبة لتقاطف البرتقال والمرح اللي حصل في شوارع مدينة إيفيرا الإيطالية. أيضا في مهرجان بوريونج للطين في كوريا الجنوبية، حيث يجذب هذا المهرجان الغريب 2 مليون سائح سنويا خلال فصل الصيف في مدينة بوريونج في كوريا الجنوبية. وبيعد الهدف الأصلي للمهرجان هو الترويج لنوع من الطين غني بالمعادن بيستخدم في إطار مستحضرات التجميل. الحقيقة دي بتكون متنفس كمان لتفريغ شحنات موجودة عند الناس، دي واحدة من المدارس النفسية المعروفة. مهرجان القفز فوق الأطفال، المهرجان ده في أسبانيا بيقوم فيه المحتفلين بالقفز فوق الأطفال فيما يسمى بقفزة الشيطان، وده بيتم في إطار طقوس دينية بيعتقد منهم الإسبان بأنه بيحمي الأطفال من الشياطين على مدار حياتهم. في مهرجان حرق السفينة أيضا أيسلندا تخليدا لذكرى قدماء المحاربين الفايكنج، حيث يتم حرق سفينة بارتفاع 32 قدم، والسفينة شبيهة بسفن الفايكنج، ويتم ذلك في عيد بيسمى هابلي أو نهاية الأيام المقدسة. مهرجان مطعم القرود في تايلاند ده بيكون الحقيقة فرصة ذهبية للقرود ان هم يستمتعوا بوليمة من الفواكه والخضروات الطازجة كل عام. أهالي تايلاند بيحتفلوا بإعداد مثل هذه المأدبة الغامرة لهم، والأسطورة بتقول إن بطل التايلانديين راما كافأ ملك القردة بوليمة كبيرة لتحالفوا معهم ضد أعداء. بما نتكلم عن القرود نتكلم بقى عن حدائق الحيوان على مستوى العالم، تحديدا في العاصمة البريطانية لندن. مجموعة من رعاة الحيوانات في الحديقة بدأت مهمة لحصر الحيوانات الكبيرة والصغيرة فيها في إطار الحصر السنوي اللي بتجري هذه المجموعة. تمام، وفي إطار هذا الحصر السنوي اللي بتجريه تلك المجموعات، حيث شمل التعداد ذلك العام التأكد من وجود الغوريلا الصغيرة التي لم يتجاوز عمرها الشهر، التي وجدوا إحدى مولودات الغوريلا الصغيرة مع أمها في مسكنهم داخل الحديقة. الحقيقة في سلالات من الحيوانات دي بيقال ان هي مهددة بالانقراض، ده بس مش بينطبق عليها بس، بينطبق مثلا على الباندا. الباندا ايضا من الحيوانات المحببة للاطفال جدا وايضا مهددة بالانقراض، والصين من الدول اللي يعني الاعداد اللي فاضلة من هذه السلالة بتحظى بكمية لا بأس بها فيها. احنا افتكر محطتنا اللي جاية الصين. صحيح. في احتفال سنوي بيقام مهرجان الثلج في الصين، حيث يقوم المشاركون بصنع مجسمات بمختلف الأحجام لبعض المعالم التاريخية المشهورة في العالم والشخصيات أيضا، كما يقام بعض الألعاب الترفيهية للأطفال.
أوركسترا أوبرا القاهرة بتحيي في 8 مساء اليوم حفل موسيقي على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وبتأكيد الدعوة موجهة للجميع أنه هو يحضر مثل هذه الأمسية، يعني يكفي أنه هم يعني روحهم تستمتع بهذا الغذاء الموسيقي وهذه الوجبة الجميلة اللي بتأكيد بتكون متنفس لنا في ظل ضغوطات الحياة. صحيح، بتحيي يعني فعلا الخروج للحفلات زي ما احنا بنشوف دايما بيخفف الضغط النفسي. بكده مشاهدينا الكرام تكون انتهت مجموعة الأخبار الصباحية اللي كانت معانا النهاردة، شفنا خلالها مجموعة من التقارير وأيضا من الطرائف والفيديوهات الجميلة اللي كانت معانا النهاردة في على مدار حوالي الساعة. بعد لحظات قليلة موجز لأهم وآخر الأنباء مع الزميلة شروت حمدي، ثم نعود ونستكمل فقرات هذا الصباح حتى الساعة 10. كونوا معنا.